السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه عندنا الدكتات، دكتات تكييف، طبعا من مواصفة الدكت أن يحقق سماكة 0.7 أو 0.6 للقصير، يعني 0.7 يعني جزء من الملي، أقل من الملي، يعني 7 أجزاء من الملي إذا كان طويل. إذا كان قصير لا مانع أن يكون 0.6 اللي هو 6 أجزاء من الملي، مع وضع السيليكون الخاص بالدكتات في جميع مناطق الجوينة، اللحامات الرأسية والطولية العرضية والطولية، طبعا من الداخل ومن الخارج. كما نلاحظ الآن يتم اختبار الدخان للتأكد من وجود أي فتحات في التكييف في هذه اللحامات. بعد ذلك خلاص يتم رفع الدكتات إلى مكان الصحيح في الأسقف، وشكرا.